وانا قلت اكثر من 5000 خربه وقلتها، والصور بتاع الخرب خرجتهم انا في الاعلام، ومستعد كل نائب، وطلبت من الساده النواب في كل منطقه يجيب لي القوائم، فما قوائم جات وقوائم ما جاتش. اما جيراننا في البنيه التحتيه كما اهل كهف، قعدنا سكرنا بالفاتح من السنه 80 ورجعنا. هذا الوضع بتاعنا وهذه المرات بتاعنا. المناهج التعليميه تعبت برشا، وطرق التعليم باليه، وانا راهو برشا عباد يقولوا لي اهنت ايتار تدرس، انا مدرس راه معناها مدرس ومدرس وابن مدرس ومن عائله تدريس. اما كما يقول الفرنسيس كان بيان شاتي بيان، انا افتخر باني رجال تعليم ونفتخر بانتمائي لعائله التعليم ونحيي رجال التعليم كل نهار. اما في بعض المسائل وترجع لها كمسألة موارد بشرية ورخص المرض طويلة الأمد والإحالة على من الإداري، أنا ما نحبش يكون شاهد زور. أنا ولد مناضل دستوري وقاع إقصائي في عهد بورقيبة وقاع إقصائي في عهد بعلي ونظرت لأجل الحرية، أنا ما نحبش يكون شاهد زور على بعض ممارسات اللي تسيء إلى المربي وتسيد لرجال التعليم وتسيد مرة التربية وتسيد بلادنا. إذا بربي بلاش مزايدات سياسية وبلاش مزايدة نقابية، لأن نقابي ولد البطح ما نزايدوش على بعض. وتو نرجع لمسألة وقيت ونقول ونعاود في وزارة التربية فما فساد مالي، فما فساد إداري، وأساس الفساد هو في الموارد البشرية. أما الفساد ماهوش فيرتوال كما يحكوا عليه برشا عباد، برشا عباد تحكي على الفساد فيرتوال، ها؟ كما الإرهاب الفيرتوال. أنا بديت نحارب في الفساد. فساد سي زهير في البناء وفما احنا للقضاء والدوسيات موجوده وتنجم تشوفوها العباد. فما فساد ايضا اداري، واحنا ونقول من هذا المنبر انهينا الاحاله العمل الاداري وانتهاء وفاء فينيش، لان عن الاف من الموظفين وزاره التربيه مكانهم انتدبوا كمدرسين ومكانهم قاعد تدريس. بلاست مدرس قاعد تدريس، وانا مدرس ونتفخر ونتشرف انا ولد قاعد تدريس وشرف المدرس راهو الكرتابه، لانه انتدب الكرتابه والكرتابه شرف والعلم شرف. اذا بدون مزايدات وما تقدرش. بالنسبه لميزانيه وزاره التربيه راهي اكبر ميزانيه في البلاد، اكبر بالداخليه واكبر الدفاع، أما مش كافي، مش كافي، باعتبار أغلب هذه الميزانية تذهب إلى الأجور، 4% للتنمية، 180 مليار باش نبنيو هالمدارس المتهرية والطواول الجديدة ونشريو كتب جدد ونشريو أورديناتور، 180 مليار. أما أنا كي جيت لقيت الوضع هذا التعيس ونعرف ما عنديش فلوس، ما قعدتش نبكي على سعدي، حاولت نلقى حلول ومش نحاول نلقى حلول. ومش تخلى حلول نتيجة للشعب العظيم هذا، وقاعدين نلقى في حلول، فما الغلط فما الصحيح فما المتبسط، أما قاعدين نلقى حلول. شكون سي كان بحدايا سي أحمد المشرقي يظهر لي برا مشي نشوف بوسالم بلاش مزايدات. بوسالم لقيتها خربة، اليوم 5 إتوال وخمسة شبوبة فيها تران جازوني وفيها مطاعم بريمير كاتيجوري وفيها إذا بنية تحتية، وهذا كله مجهود المجتمع المدني. الدولة ما حطت حتى فرق في بوسالم. مجهود الجمعيات، مجهود رجال الأعلام الأعمال، مجهود التونسي. التونسي على كل سونداج يقول مازالهم عنده ثقة في المسألة العمومية. مازال التونسي عنده ثقة في المسألة العمومية، أما بربي راهو الثقة بدأت تهبط شوية. لأن في الصيف أنا شفت بداية الهجرة نحو مؤسسة التعليم الخاصة، وأنا ولد مدرسه العمومية، أنا ولد المصعد الاجتماعي، أنا جدوى تو ليكول ونحب هالمدرسه العمومية. المدرسه العمومية يلزم نحافظوا عليها، يلزم نغيروا عليها، لأن مدرسه دولة الشعب مش مدرسه عباد أخرين. سامحوني على أتكلم شوية ساعات بجوارحي، أما مش مشكلة. هاي نبداو
بنية تحتية. وليش مش نقرا وقتي بصيرش. في التعليم فما 5000 خربة. مجهود الدولة التونسية صلحنا 1260. بمجهود المجتمع المدني في شهر مرسلة ولا سنة المرسى صلحنا 3000. مازال المجهود. مازال، أنا كل مرة نرجع نلقى مؤسسات في حالة ترثى الآن. الجمعة اللي فاتت قد مؤسسات فيهاش تواول. أما المجهود هذا مش وزير التربية راهو. مجهود كل رجال التعليم. راهو مؤسسة تربوية في بعض المناطق الريفية مش مسؤولية وزير التربية. مسؤولية المنظومة الكل. معناها وقت اللي إقالة مدير سي زهير لأنه ما جابش تواول وعنده في الدبوات تواول. مسؤولية وزارة التربية يعطي الدبوات التواول ويجيب التواول. أما مسؤولية إطار التدريس يجيب التواول ويسرع التواول. خاطر ما هوش وزير التربية أكل آلهة متاع الهند عندها أربع يدين. هي منظومة كاملة. ومنظومة أغلبها باهي. ورجال التعليم أنا كل نهار نحييهم. وأنا ولدهم. وأنا أما فما ناس متقاعسة. وما يلزمش الفئة الصغيرة المتقاعسة ضر سمعة رجال التعليم. نبداو بالبنية التحتية. احنا قلنا مقاومة الفساد هو ترشيد الموارد البشرية والمالية. وزارة التربية استمونستر. دوبل وزارة الداخلية. 4.6 مليار. الضخمة الميزانية. ونجموا باش ننتدبوا ونحسنوا في ترشيد التصرف. اللي يسميها لابون غوفرنانس. لابون جيستيون. لأن ثم مشكلة الجيستيون في وزارة التربية. به. الأرقام مفزعة. 2500 معلم أو أستاذ مكلف بالعمل الإداري. جزء هام في غياب التكليف. لا كلفته مندوبيه ولا كلف وزير ولا كلف واحد كلاندو. وقت اللي قلنا الكلام هذا ولات اهانه. شنو اهانه؟ وين الاهانه هذه؟ فما مجموعه من المكلفين المعدار كلاندوات غياب التكليف. وانا اعتبره فساد. باش ما نقولش كلمه اخرى ونتحمل مسؤوليتي بانه فساد. وهذا هو مسألة محاربه الفساد والحكم الرشيد. وهذه شعارات الثوره. هذه شعار ثورة حسب علم. 5000 أستاذ في عطلة مرض طويلة الأمد. أي تقاضى جرابة الدولة من المال العام وما يخدمش. أكثر من 96% أمراض نفسية. أن تفجع على مصير أولادنا كي نلقى المرض هذه الكل. نتفجع نخاف وكي نشوف الفيشات نلقى أمراض مصرية مخطرة. نلقى أمراض مفجعة. جزء من بعض هذو مش الكل فيهم ناس مرضى بالرسمي واحنا المرضى هذم ندرسوهم ملف ملف ولينا في وزارة التربية وفي حلقة مضايقة اما فيهم شكون بعد عامين يبر على روحه وفيهم شكون يتعين مدير بعد 3 سنين داخل مش كنا مريض وحالة كارثة وتاعب وخطير على المجتمع واللي حطوه مدير بضغط بعض الاطراف الاجتماعية وهذا موجود في وزارة التربية اما نقولوا ونولي شاهد زور انا ومش مستعد باش نكون شاهد زور لاني مناظر ولد البطحه لاني ولد البطحه ومناظر وتعبت في الثوره ومن الناس اللي عملوا الثوره ومن الناس هبطت الشارع اذا بدون مزايدات سياسيه وبدون مزايدات على وزاره التربيه فما فساد ومش تحاربوه حب من حب وكره من كره ونهار ما حاربت فساد نرجع الجامعه نتاعي انا ما نحبش نكون شاهد زور كيما عباد تحب تلبسني الكسوه هذي اليوم عندنا احنا عملنا تدقيق عملنا اوديت لا زدنا لا قصرنا عملنا تدقيق لكل الموارد البشريه بتاع وزاره التربيه بالاسم وباللقب وبالعنوان وقاعدين نصفي فيها ومش وحدنا مش قرار مسقط نصفي فيها بالشراكه مع الاطراف الاجتماعيه لأن نعتبر الاطراف الاجتماعي شريك
لأننا نؤمن بهذه الشراكة. أما الشراكة مسؤولية. الشراكة مسؤولية. كي واحد يتشارك مع واحد وشركة ما يفلسهاش. يعاون على تدعيمها، يكبرها. وأنا نؤمن بالشراكة مع الاتحاد عامة الشغل، ونحيي الاتحاد عامة الشغل، وأنا ولد الاتحاد عامة الشغل. أما الشراكة مسؤولية. ونهارت لا تحدث بعض الانحرافات ما يسالش. إذا احنا اوني ديسيدي باش الناس مش ترجعهم للقسم. إلا بعض الحالات القصوى والإنسانية احنا راح مش نمارسوا في فما حالات قصوى وإنسانية وفما ناس مرضى بالرسمي وفما ناس عطاق وهذه الحالات سيقعوا درسوها ملفا ملفا. أما مش عاد يجي. ما عادش أصحاب والأحباب. لأن وزارة التربية كانت في واحد من الأوقات وزارة القضيات. قال يحب كي حد الوزير يعمل مزية على نائب من الحزب نتاعه ينقله له وينقله له من بلاصة لبلاصة والتنقيلة هذيك يحطه مكلف بعمل إداري. ولا زاد يحطه زايد على النصاب. عنده أمبليتون فارغ. ما يقريش. أنا برشا نواب من كتلة اللي متغشين عليها راه. خاطر ما نقلتهمش. والناس على نقلت وبضغوطات اليوم فماش اساتذه في القصرين. وما فماش اساتذه في تطاويل، وما فماش اساتذه في سليانه. والسليانه والقصرين والتطاويل ومناطق عامة الثوره اليوم يعانيوا من اضطراب وعدم استقرار الاطار التربوي. اليوم يقعد عام عامين في القصرين وبعد ينقل. تحت ضغط الاطراف الاجتماعيه بعض الاحيان ايضا، وتحت ضغط اطراف سياسيه. أنا شعاري وهو القضاء على التمييز السلبي، لأن هذه المناطق عانات من التمييز السلبي أعوام. زيدوا فرغوها من أساتذة نتاعهم ومن معلمين نتاعهم، وتو نرجع إحدى أسباب تدني النتائج في الولايات الداخلية هو عدم استقرار الإطار التربوي. التو ما فماش أساتذة في بعض المناطق هذو. التو فما اختصاصات ما عندناش. عليه؟ اليوم في القصرين وبعض المناطق في البكالوريا يقري في نائب. عليهم ما عندهمش حق. ما عملوا الثوره يحبوا يرجعوا ثوره ثانيه. هذه المناطق اللي عملت الثوره هي ما زالت تعاني. واحنا مش نغيروا طريقه الانتداب، مش نبدلوها توتالمون وعندنا طرق ونخموا فيها ومش نعملوها. اما في الموارد البشريه عندنا محور اخر قاعدين نخدموا عليه. وهو الارتقاء بمهنية مدرسين من خلال مراجعة منظومة التكوين الأساسي بداية من السنة الدراسية القادمة. ونحن الآن بصدد الإعداد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي قاعدين نسقوا مع التعليم العالي راه وقاعد نسقوا مع وزارة التكوين ونسقوا مع جهة الشباب والرياضة والتنسيق مع التكوين والتعليم العالي عضوي. واحنا لأن إحدى كوارث البلاد هذه وهو غلق مدارس المدرسين. سأي ثم غلطة صارت في البلاد هذه وهو تسكير الكونورمال وتسكير الكونورمالتشيب وكارثه بالبلاد. ولات اليوم من التدريس اللي جيت تعطيها. وصار اختلاط عند بعض الاخوه ان وزاره التربيه هي المشغل الوحيد لحمل الشهادات. وتنرجعوا لها. وزاره التربيه ليست المشغل الوحيد لحمل الشهادات الجامعيه. بارك الله فيهم برشا وزارات وثم برشا شركات. وزاره التربيه تشغل في مدرسين. كما المستشفى يجيب طبه كما استاج تجيب الاكتريسيان من حق وزاره التربيه ولاد الشعب باش يقريوا استاذ ومعلم. وهذاك علاش احنا رجعنا والقانون مش يخرج بينتو مدارس تكوين المعلمين. ما عادش اللي يجي يقري ولاد الشعب. لان مش ولاد الشعب نعرف وين يقرا، يقرا في المدارس الخاصه. اذا باش نرجعوا مدارس التكوين ونعتبر خطا وحتى تو نرجع النواب ما عادش نرجعوا من بورت كومون. نعرف اللي يعملوا في الشعبويه يعملوا حاجه اخرى. اما انا ما عملش الشعبوي. الله غالب ساعات واحد عمل الشعبوي يطلع في السونداج. الله غالب نشكر الشعب التونسي اللي حاط لي نور في السونداج. مش عيب. محور الثالث هو تحسين الظروف الاجتماعيه والماديه للمدرسين. وهنا نشير الى ان نسب الاستجابه لمطالب نقل الاساتذه والمعلمين خلال السنه تضاعفت اكثر من مرتين. وسي زهير تعرف. الا انا بريسك دوبلي نقل الانسانيه وتقريب الازواج، تعرف هذا. بارك الله عليك، ماك نقاد. لا نعرف، لا ما خاطر هو اللي يهم في
المسجد هذا فيه برشا مدرسين معناها معناها لو كورون باس مسج اكبر مسج مسج اكبر اكبر سناء اون دوبلي النقل اون دوبلي النقل الانسانيه ونسبه الزياده في المنح والشهريات من اعلى نسب من 2011 2015 فتنا المليار مليار وسناء المعلمين وصلوا ل 15 قريب 15 ساعة وترقيات استثنائية ومنح وإلى غير ذلك وراهو هذا أعطته وزارة التربية ما أعطتوش وزارة أخرى صحيح على المفاوضات تصير فيها بعض شد أما من حق ووزارة التربية ديما تقول وأنا بيدي ديما نسخر من حق كان حبوا تعليم راقي يلزم الارتقاء بمستوى المهني والاجتماعي والثقافي للمدرسين ونعرف على المعلمين ما يخلصوش بالكدا وهذا قلته 10 مرات اما في العهد القديم الله خلق الكون في 6 ايام وارتاح نهار السابع الحكايه مختلفه في العهد الجديد في الانجيل بشويه 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 اصبروا علينا انا ديما نقول ساعات التعامل مع وزاره التربيه قوي ساعدك تو تو قوي ساعد الناس الكل اما مش تو تو مش تو تو بالسبب انا نتحدى مكان اكثر فتره صارت فيها زيادات في المنح والترقيات وترقيات الرقيطات كانت 2015 هذا سنه الترقيات اما فما اشياء تصير سنه وتصير عام الجاي ولا تصير بعد شويه اذا احنا وشعار وزاره التربيه ونعملوا باش واحنا اعطينا صيغه جديده لديوان المساكن واعطينا صيغه اخرى هل ما نعطيش امثله النواب احنا انا كي جيت وزاره التربيه لقيته بين طاقتي الاجتماعيه اول مره يصيروا طاقتي الاجتماعيه وخذوا طاقتي الاجتماعيه بتاعها استي با فاسيل على الاقل الناس هذم وقينا صيغه مع نقابه التعليم الاساسي لدمجهم واعطينا بروجرام يدمجهم وفي الاتفاق على قاعد يتناقش مع التعليم مع التعليم الاساسي قلنا دمجهم على 5 سنوات اما فهم شروط للدمج راه واول الشروط هي مصلحه التلميذ انا ديما وش انا نقول قانون يقول محور العمليه التربويه هي التلميذ بعض النقابين قالوا هانك قلت الوزير والاساتذه والقائمين كلهم كراي والتلميذ ملاك اي التلميذ ملاك هو مول الدار كل شيء استعمل لي بداية بجذب الأوقات أنا قاري في الجامعة وللأسف الشديد لامبلاتون مش معمول للطالب كما قال السيد النائب يقرأ الأحداش المات ويمشي يلعب سبور بعدي ساعة لامبلاتون يسمع المال للتلميذ ما يتعمل حتى حد لا الوزير ولا الاستاذ ولا المربي لا التلميذ يتعمل واول اصلاح وهو لومبلوطون يتعمل للتلميذ وكان يتعمل للتلميذ نقصه من ريزور كروز لان سبب البلاوي والفساد والزطله والارهاب ريزور كروز النجم في انتظار نبنيو ديزابيرمانونس ونبنيو ملاعب ونبنيو 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 نراجعوا لي زامبلوا دو تون نجمو نعملو اما دائما يكون التلميذ محور العمليه التربويه ما نقول ولادنا انا ولادنا هما حياتي هما الملاكه في داري هما الكل ما نقول انا ولادنا ونعتبرهم ولادنا وكل شيء يزم يصب في مصلحه ولادنا لان ولادنا طاقه وطاقه كبيره والطاقه يسميها بالفرنسيس الانرجي والطاقة هذه راه ما نهزوهاش للنشاط الرياضي وللتعليم والنشاط الثقافي وللمعرفة راهي تولي كما الضوء تضرب تمشي للإرهاب وتمشي للانحراف وأنا نحب المدرسة لأن ود المدرسة العمومية وأعطتني كل شيء المدرسة العمومية ونغير عن المدرسة العمومية نحب نعمل حاجة للمدرسة العمومية قبل ما نمشي لبلاصة أخرى إذا بلا غير مزايدات بلا غير مغادرات سياسية المدرسة العمومية حاشتها سامحني مدام نعم
حتى نبصر في واقع، حتى نبصر في واقع، لا حتى نبصر في واقع عايش به، حتى نبصر في واقع عايش مسيرش به مسيرش. نمشيوا للنشاط، هنمشيوا الاصلاح بعد وصول. شو الخارطة المدرسية مسيرش؟ ألا كثر عليها الكلام. مصباح نسمع في المدارس الريفية والمدارس الريفية والمدارس الريفية. احنا حكينا على دمج المدارس، وعنا 8 شهور نخدموا على الخارطة المدرسية، وقدمناها، قدمناها في ملتقيات وقدمناها للرأي العام. احنا عنا 563 مدرسة في أقل من 50 تلميذ. عنا 607 مدرسة تدرس بأقسام ذات فرق. كان دي سؤال على أقسام ذات فرق. راهو ولاية سليانة أغلبها مدارس ذات فرق، والقاسرين مدارس ذات فرق، ومدنين مدارس ذات فرق، والقيروان مدارس ذات فرق. تعرفش منها مدرسة فرق اللي ما يعرفش؟ معناها دو نيفو في قسم. معناها كي يقرأ 6 سنين راهو قرأ 3 سنين. بعد كيمشي يقرأ في الكوليج ما يتبعش، ينقطع. زوز مربوطين، نسبة الانقطاع المدرسي مرتبطة بمدارس الفرق. هذا على المستوى، والتلميذ هذا ما عندوش إمكانية نشاط ثقافي، ما عندوش ما يصالح الشراب، ويقعد مربوط بجمعيات مائية، مرة تخلص ومرة ما تخلصش. ضعف بيداغوجي، لأنه يقعد 3 سنين على 6. نتائج ضعيفة جدا، أما كلفة غالية جدا. لأن تلقى قسم فيه أربع معلمين وتلميذ، 8 معلمين وزوج تلامذة. كلفة التلميذ في هذه المدارس، كلفة التلميذ عفوا، توصل ل 15 مرة كلفة التلميذ في المناطق الحضارية، مرتين كلفة الطالب في الطب. وإحنا قلنا إحدى الإصلاح الكبرى من الإصلاحات الكبرى باش نعملها بالرونتري هي الخارطة المدرسية. مش ندفعوا مدارس، اما قبل ما ندفعوا مش نعملوا المبيت، مش نعملوا النقل، مش نعملوا الكونتين، ما عندناش ندفعوا هكا. ويلزمنا نقوم عمل الادماج، لان الاصلاح التربوي في فرنسا عملوا بالادماج، والديموغرافيا ترتبط دائما لان عمليه اذا الاصلاح التربوي ما هيش عمليه ستاتيك. راهي الفرنسيين يعملوا في الاصلاح التربوي، اليابانيين يعملوا في التربوي، وتحول ديموغرافي وتطير ديموغرافيا تعني تحول الخارطه المدرسيه، مش جبنا حتى شيء جديد. إذا يلزم ما نجموا نحلوا مشكلة المدارس الريفية وتدني إلا بمراجعة عميقة للخارطة المدرسية. وكنرجعوا الخارطة المدرسية باش نمشيو ديريكتومون للانقطاع المدرسي. هنا والأرقام مفزعة في الانقطاع المدرسي. والأرقام ما لقيناها إحنا معناها ما مش نعطيكم بعض، مش لازم أعطيكم أرقام. 360,000، 60% من القطاع معناها إرادة، معناها القطاع ما حبوا التلميذ ولا ولي ولا عائلة. وقلت مدارس الفرق هي المسؤولة، المسؤول الأول عن القطاع قبل الفقر وقبل المسائل الأسرية. احنا ما قعدناش في فيرتويال، احنا السنة في إطار مشروع المدرسة تستعيد أبناؤها أحصيناهم بالاسم وباللقب وبالعنوان وبأسباب الانقطاع، وبدينا نرجعوا فيهم. وهنا نحيي وزارة الداخلية، ونحيي الولاد، ونحيي المعتمدين، ونحيي العمد، ونحيي وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحيي وزارة المرأة، ونحيي المجتمع المدني، لأن قاعدين يعملوا في عمل جبار لإعادة الولاد هذو. وعندنا إحصائيات اللي ترجع، ورجعناهم أما قلنا يرجعوا ثم نحيي لهم ظروف على خاطر نجم يرجع جمعه وبعد يمشي. وقاعدين اون سوي مع المجتمع المدني، وراهي العمليه مش سهله، لان القانون مازال ما هوش صارم فاللي خرج اولاده، واحنا طالبين تغيير القانون في هذه المساله، لان القانون مازال ما هوش صارم، معناها الارسنال الجوريديك نحبوه يكون اقوى. بالنسبه للدروس الخصوصيه مشكله اخرى، و كيف كي حكيت على الدروس الخصوصية فما بعض قالوا إهانة الأستاذ وإهانة المدرس.
فما دروس خصوصيه ولا لا؟ التوانسه الكل تحكي عن دروس خصوصيه ولا لا؟ ما حياتي انا وليت، انا ما حياتي وليت نقرا ولا نقري نسمع بدروس خصوصيه. الوزراء الكل تحكي عن دروس خصوصيه. ستاكي بروبليم، هذيك المشكله. انا قلت دروس خصوصيه كسوق ليبيا. الناس كل تشري منها والناس كل ذم فيها. وانا ما نحبش سوق ليبيا، ما نحبش التجاره الموازيه بطبعي. فهمت؟ لان التجاره الموازيه قاسي فيها الكل. قلنا نعملوا قانون. عملنا قانون. قلنا لو برانسيب تاع التدريس وهو الناس تقرا في المدرسه. لا عاد تقرا في الكراجات ولا عاد تقرا في المكان الطبيعي، وحاولنا نقننه وقننا دروس خصوصيه داخل المجال المدرسي، واعطيناها اسوام. واعطيناها اسوام بيان سور لان المدرس مش يخدم، اما كذلك جزء منها باش تدفع على المدرسه. والشيف دافير راهو ينار. اونتر 700 مليار و 100 مليار. ومن حق المدرسه جزء من هذه المداخيل يدخلوا لها. ها احنا باش نعملوا تجربه سنة نجموا نقنوها، ما هيش ستاتيك، نشوفوا بعض النقائص ونقنوها، واحنا مازلنا نتجربوا، اما على الاقل على الاقل بالنسبه لاطارات وزاره التربيه، يعني مش نخدم وحدي، بالنسبه للفريق نتاعي اون اوزي حبينا نعمل، اجتهدنا ولا اجتهد عنده اجر ولا ممكن ما عندناش اجر، اما اجتهدنا اون اوزي سو بروبليم يفو لافرونتي باهي خايف. وفي هذا الاطار قلنا احنا قلنا يلزم بالنسبه للبنيه التحتيه وبالنسبه للمجاوزات بالنسبه للاعتداءات على المدرسين، قلنا نشاركوا المجتمع المدني، نشاركوا المجتمع المدني، لان الوضع، لان راهو عندنا اكثر من 6000 مؤسسه مدرسيه. لتشريك المواطنين، باش تشركوا المواطنين، قلنا نرجعوا مجلس مؤسسة، رجعوا الولي إلى المؤسسة. ما هو سان كونترويابل الولي يدفع بالأدائات. ولده غادي. رجعناه. ورجعنا وخرجنا مش خرجوا القوانين نتاع إذا مجلس المؤسسة. وباش يعاونونا الأولياء ويعاونونا المجتمع المدني، عملنا رقم أخضر. رقم أخضر يتصلوا به المواطنين. قالوا لنا هذا إهانة المدرس وسابوا في القوادة. شو معناها في سويسرا بل يقودوا المواطنين، ملا في فرنسا يقودوا المواطنين. رقم أخضر يتصلوا به المواطنين، حتى هذا ولا ولا ولا, ولا فيه مشكلة. كهو وزارة الفلاحة عاملة رقم أخضر، وهو الشركات عاملة رقم، وزارة التربية كي عملت رقم أخضر ولا فيها واو، فما مشكلة يا أخويا. عملنا رقم